بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا رشدنا وثبت أقدامنا فيما تحب وترضى يا رب السماوات والأراضين يا حنان يا منان. ناخذ الآية التالية آية 95. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لأنكم مش تخليهم حيين، ولا بد تشوشوهم، لا بد تسقوا بهم تهم، على طبيعة البشر ومش الكرب فقط. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، يعني نزل عليهم ربي ملك مرسل من لدن الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. ونعم الخبرة ونعم بصيرة المولى سبحانه وتعالى. ومن يهد الله فهو المهتد مهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه من دون الله، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لصق بهم الصفات تدوم في دنياهم وأخرى، وما بين ذلك أي أثناء حياتهم البرزخية، وهم حفر من حفر النار. مأواهم جهنم أي مكانهم الأخير، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم أي لور سالير لور فا لور ديستيني، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، وهذه دعوان باطلة. شو تاجي خلق قبل كل مش مخلوق، وبعد يخلق مرة ثانية ترى لي حاجة مستحيلة، في الخلق كان ما كانش مستحيل إلا بأمر من الله، فكان كنت وكنا وهل مجر، وبعد ترد المسألة صعيبة. منين يجيكم التفكير هذا المقلوب سافل وعلى عليه ورفع إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمعبوثون خلقا جديدا، إنا تبعثون ونبعث معكم، ولكن شتان بين المؤمن والكافر والمشرك والملحد. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أبى الظالمون الكفر. شديد صحيح كظالم كأنجس، شديد صحيح لمشتد كالكفر وذاك ليوالم بيان تمرين صم بكم العم فهم لا يكون القلوب مرض. نسأل الله السلام. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، قلت يا ربي ينفق بدون حدود، وكان الإنسان قتورا. نهار كل هاتي لأبار إلي ردام. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. هذا من في الطليعة الكفر، من تم سيدنا موسى وما أدرك عليه السلام بالسحر. قال هذا الناس قاعدين يعملوا السياسيين في أمة في الأمة هذه اللي مضللة والأمم كلها، وقلنا تدعو 8 أمم وروسها 5. قل لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، متاخذ مكش رب كما تقول ومكش سيد إلى أبد الأبدين، جايك الموت طريقة خاصة، ينجيك ربي بدن ينجيك ربنا بدنك لتكون للناس آية. وإذا كان فما حد يحب ياخذ درس يمشي الفراعنة يشوفوا كيف ماتوا وما مصيرهم، ويعرضون على جهنم هم ومن آمن معهم، فلا يعرضون على جهنم بكرة وأصيلا. والسلام على من أراد السلام.